بسم الله الرحمن الرحيم. سائلة تقول إن امرأة أتاها الحيض وهي في 12 من عمرها ولم تصم لأنها تظن أنها لا تكلف إلا ببلوغ 15، وكان أبوها يضربها على ذلك، يقول لا تصومي حتى تبلغي 15، والآن سمعت بعض الفتاوى أن البلوغ أو أن التكليف يبدأ من الحيض متى ما وصل، فكيف تفعل الآن؟ إذا كانت البنت التي بلغت بالحيض في 12 من عمرها ولكنها لم تصم حتى أتمت 15، بناء على أنها تعتقد أن الصوم لا يلزمها إلا إذا بلغت 15، وبناء على أن أباها كان يضربها إذا صامت، فنقول إذا كانت في ذلك الوقت تعتقد أن الصوم واجب عليها فإنه يلزمها القضاء، لأن ضرب والدها على ترك على الصوم لا يؤدي إلى سقوطه عنه. وأما إذا كانت لا تدري كالذي ينشأ في بادية بعيدا عن المدن بعيدا عن العلماء فليس عليها القضاء. والضابط في هذه المسائل التي تنتفع في هذه المسألة وغيرها أن الجاهل جهلا يعذر فيه لا تلزمه الشرائع، لا تلزمه الشرائع، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الشرائع لا تلزم قبل العلم، واستشهد لذلك بأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله صحيح إن الشرائع لا تلزم قبل العلم. نعم. صيام مع الناس لا لأنها فريضة، تعتقد تريد أن تصوم مع الناس لا أنها تعتقد فريضة، وأبوها يهددها يقول لا لن تطلق، يعني تعتقد أنها غير فريضة حاليا. أي نعم، تظن حتى إذا لا قضى عليها لا تقضي. نعم، جزاك الله خير.